شباب احنا هسه خلصنا الحق المسح، راح نرجع نعيده باتجاه المعاكس مشان اذا في شيء ما بين عليكم بجوره ورا حجر بشي مكان يبين. جاهزين؟ جاهزين. الله يعطيكم العافيه. يلا تم ابلاغ الفريق من قبل احد المدنيين عن ان الطيران الحربي قد القى حاويه عنقودي في احد احياء درعا البلد، وبعد قيام الفريق بعمليه مسح في المنطقه تم العثور على بعض هذه الذخائر الغير منفجره، والان يقوم الفريق بالتخلص من هذه الذخائر وتطهير المنطقه بالكامل لحمايه المدنيين من اخطار هذه الذخائر الغير منفجره.